Salam, Lela, عرفي نبراس. Alors voilà, je m'appelle Siham Bouazza, je travaille sur Casablanca et je suis abonnée au club La Nouria à Mohammedia. Sur quel mètre que tu connais le processus de l'événement aujourd'hui? En fait, c'est un événement qui a été en fait organisé et animé par le club. En fait, le club, c'est un club, pour moi, c'est un club exceptionnel. C'est un club unique à Mohammedia. C'est un club en fait qui regroupe beaucoup d'exercices, que ce soit sur le plan individuel ou sur le plan collectif. Ce qui fait la différence dans ce club, c'est le corps en fait, les personnes qui travaillent. Ce sont des personnes qui travaillent avec beaucoup de passion, beaucoup d'amour, beaucoup de prise en charge, notamment en fait tout le corps, que ce soit les coachs pour nous les femmes ou là que ce soit pour les hommes. Enfin, d'ailleurs, c'est un jour pour nous exceptionnel, le 8 mars. C'est là où je salue en fait la majorité des femmes qui encadrent ce groupe, que ce soit Zohra, Fatim Zohra, Amel, Mriem, Sana, toutes les personnes qui veillent en fait et qui travaillent avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion, qui passent beaucoup leur temps à prendre en charge nous les abonnés. Vraiment, moi personnellement, quand je viens ici, que ce soit mon mari et mes enfants, on est vraiment, on se sent bien entouré, bien pris en charge. C'est un club qui donne beaucoup d'attention aux abonnés et c'est ça, c'est le plus important en fait pour nous. اليوم الاحد اللي كيصادف 8 مارس مشكور كلوب لا نوريا انهم حاول يحتفل بينا بحفل ريادي بلا كورنيش خاصة بهذه المناسبة وبحضور مجموعة من الكوتش ديالنا العزيزات اللي كنقدرهم كاملين وكذلك الطاقم الإداري لا نوريا. إذا كيف ما كنشوفوا اليوم أننا مجموعة ديال المنخرطات متواجدين معنا منهم أنت الأخت خديجة. إذا ما هي الارتسامات ديالك حول هذا اليوم؟ هذا اليوم العالمي للمرأة كيف قلت لهم مسبقا هو اليوم ديال المرأة العالمية بصفة المرأة الأم الأخت الزوجة الحبيبة البنت كل شيء فيها ولي كوتش ديالنا كاملة نساء ورجال ديال لا نوريا مسيو الحلو اون بروميي كنشكره شكر جزيلا لهذه البادرة الطيبة اللي دائما كياخذها معنا كل سنة وكنتمناو الكلوب لا نوريا ازدهار في ازدهار في ازدهار لأنه ان كلوب بمعنى الكلمة ما فيها والأخوات كلهم الزهرة مريم أمال خطيب الزهرة خطيب الزهرة فدوى سليمة سناء كل شيء الأخوات ديال الكلوب شكر كبير لهم لأنهم سمحنوا شوية في هذا النهار وجابوا الماتيريال جابوا أن تا دو شوز دونك أن غران ميرسي أ تو لو بيرسونيل دو كلوب أ تو لو بيرسونيل سانز إكسيبسيون وإن شاء الله بالتوفيق وكنتمناو أن الكلوب ديالنا يزدهر كسر وكسر باسكو صافي لونتون كوني لا صافي لونتون كوني رحنا معاه دوبوي لوفيرتور دو كلوب دونك كنتمناو يزيد يزدهر اكثر واكثر ميرسي بوكو مسيو الحلو يا ليكيب السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم مونبر دو كلوب لا نوريا لا نوريا سي ان كلوب دو فامي كلوب من الدري من البنت من الاب من الام من الزوج الزوجه يعني كالعائله ولا نوريا كلوب دو برانسيب يعني عنده امتيازات كثيره سبورتيف ديال لي فام سبيسيالمون فام ستاف سبيسيالمون اوم يعني كلوب فيه بزاف الامتيازات اللي حنا كنقلبوا عليها في المحمديه وكنلقاوها وكنشكروا جميع الساهرين على الكلوب من سي الحلو من الناس ديال الرياضه من المسيرين ديال الكلوب كامل وكنعتزوا اننا مونبغ معاهم بوجود شرف كبير بالنسبه لكلوب لا نوريا احنا فرحانين بالنسبه للبيرسونيل و يعني هذه فرحه كبيره يعني ما نقدرش نوصفها بليزيور ديسيبلين فيها ليكيتاسيون التنس دي جو فيتنس دونك كنحتفلوا بالمراه وكنكرموها في هذا النهار باش دوز نهار جميل ولا نوريا ما كيفوتش هذا النهار كل عام كتحتفل بالمراه المغربيه وسيرتو بالمنخرطات والمشاركين والمشاركات ديالها هنايا شكرا امل شكرا جزيلا شكرا امال وشكرا لجميع اللي كوتش اللي سهروا على هذه الصباحيه الرياديه النسائيه بمناسبه اليوم العالمي للمراه سنسمع راي اخر من منخرطه تفضلي ما هي الارتسامات ديالك حول هذا اليوم اللي غنبداو هذا اليوم الريادي البيئي اللي نظمته اللي نظموا الكلوب ديال لا نوريا كنشكروا بعد اول حاجه محمديه بريس على الاستضافه ديالهم اللي جاو عندنا وحضروا معنا هذا النهار ومجهود كبير اللي داروا معنا هذا النهار الناس ديال لا نوريا
انهم جمعوا لي فام ديال لا نوريا، وكنتمنوا هاد ديما تكون هاد مظاهرات بحال هكا ديما يكونوا ان شاء الله. و لا نوريا كترحب باي واحد جا عندك كترحب به. خريطة أخرى، صباح النور في هذا الصباح المشرق الجميل الريادي ديالنا الريادي، في خاصة أن كاين واحد التغيير، أننا من اليوم ما كيناش في داخل الكلوب، ولكن حاول السيد الحلو مشكور أن هناك واحد التغيير. إذن معنا منخرطة أخرى سنسمع رأيها حول هذه الصباحية، تفضلي معنا. احنا فرحانين بزاف حيت جينا اليوم وفكروا فينا لا نوريا وعطاونا فكروا فينا اليوم وعطاونا هاد لوبورتينيتي باش نخرجوا شويه على برا. ديما كنلعبوا غير في لو كلوب وصافي بليزير. البنات كلشي تجمعوا، كلشي البنات جاوا تبارك الله، حتى بنتي انا يا صغيره تاهي جات. او ميرسي بوكو لا نوريا، ميرسي بوكو لي كوتش لورغانيزاسيون اي تو، ميرسي بوكو. حنا ديما لا نوريا سي لو توب وغيبقاو ديما لو توب. بونجور تو دابور، بونجور تو لو موند. سي اون جورني سبيسيال بور لا فام. Notre club nous invite aujourd'hui, comme il ne rate jamais, un événement ou une occasion pour nous soutenir, pour manifester, pour participer avec, chaleureusement avec nous ces événements. Je le remercie beaucoup. Avec tous ses moyens, soit matériels, soit personnels, soit staff, je le remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je tiens à dire félicitations pour la femme du monde et plus spécialement pour les braves femmes du Maroc. Je leur salue de ma part et je leur espère tout l'épanouissement du monde. Et merci.